ناس كتير مسافرة برا مصر شغل أو دراسة أو علاج، المهم إن جه عليهم الدور في التجنيد، علشان كده خايفين ينزلوا مصر ما يعرفوش يطلعوا من البلد تاني وتروح حياتهم عليهم هناك، وفي منهم اللي ما شافش أهله بالسنين بسبب الموضوع ده. وعشان دي مش مشكلة واحد ولا اتنين، دي مشكلة ملايين. الحكومة وتحديداً وزارة الخارجية عملت مبادرة جديدة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، بس طبعاً بشروط. والخبر الحلو إن باب التقديم اتفتح فعلاً، بس الفترة محدودة، فخليك معنا في الفيديو ده علشان تعرف كل التفاصيل. أنا مريم مجدي، ويلا بينا نعرف الموضوع. بس يا سيدي، وزارة الخارجية قررت تعمل موقع إلكتروني علشان يستقبل كل طلبات الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية الخاصة بيهم بشكل نهائي. والموقع ده متاح بس لكل المصريين المقيمين خارج مصر اللي جه عليهم الدور في التجنيد وسنهم من 19 سنة ل 30 سنة، وكمان معاهم اللي سنهم تجاوز ال 30 سنة. وبتطلب وزارة الخارجية من المواطنين اللي بينطبق عليهم الشروط في الخارج إنهم يسرعوا شوية في التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة دي، وده خلال المدة المحددة. وطبعاً لازم يملوا كل البيانات المطلوبة منهم جوه الموقع علشان يتعمل لهم كل الإجراءات اللازمة لتسوية الموقف التجنيدي الخاص بيهم. وقبل ما تسأل التقديم إمتى، فأنا أحب أقولك إن التقديم فتح بالفعل ومستمر لمدة 30 يوم بس، يعني الفترة محدودة. طب ليه الحكومة خدت الخطوة دي دلوقتي؟ الحكومة من خلال المبادرة دي عايزة تحل مشكلة المصريين المقيمين في الخارج وعايزين يجوا مصر بس عندهم مشكلة في الموقف التجنيدي، أو الناس اللي خايفة إنها ترجع ما تعرفش تسافر تاني لأنهم هنا مطلوبين للتجنيد. ومع المبادرة الجديدة من حق الفئات دي تسوية موقفهم التجنيدي نهائياً، بحيث يقدروا يدخلوا ويخرجوا من البلد براحتهم، وده طبعاً هيساعد على استقرار الحالة الاجتماعية عندهم، سواء بقى كانوا مسافرين لدراسة أو شغل أو علاج. وأهم سؤال بقى، هل في رسوم مالية لتسوية موقفك من التجنيد؟ أيوة، لأنه حسب إعلان سابق لوزارة الخارجية أنت هتدفع 5000 يورو أو دولار. وخد بالك إن الوزارة أكدت على حاجة مهمة جداً، وهو إن مفيش أي حد هيقدر يجدد جواز سفره إلا بعد تسوية موقفه من التجنيد. والبيانات المطلوبة على الموقع هي اسم الشخص وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة جواز السفر وتاريخ الميلاد ورقم الثلاثي إن وجد، وتاريخ مغادرة البلاد والدولة المقيم بيها والبريد الإلكتروني. ده كمان بالإضافة للبيانات البنكية الخاصة بالإيداع، يعني اسم البنك أو الفرع خارج البلاد واسم الحساب والسواب كود ورقم وتاريخ العملية. وخد بالك إن تحويل المبلغ هيكون على حساب بنك مصر فرع أبوظبي، ودي ما كانتش المبادرة الوحيدة اللي أعلنت عنها الحكومة بخصوص المصريين في الخارج. ومن أهم المبادرات اللي عملتها الدولة هو الإعفاء الجمركي على الذهب المستورد من الخارج، وده زود حجم الذهب في مصر بحوالي 600 كيلو من الذهب. وكمان من أهم المبادرات اللي عملتها الدولة للمصريين بالخارج تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وعندك كمان الشهادات الدولارية وتوفير قروض بأقل سعر فايدة في مصر، ومبادرات تانية كتير الدولة أصدرتها لراحة المقيمين بالخارج واستقرارهم والحفاظ على الأمان الاجتماعي بالنسبة ليهم. وانت بقى ايه رأيك في مبادرة تسوية موقف التجنيد للمقيمين بالخارج؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات، واعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد من قرايبكم ومعارفكم واللي يعرفوا اي حد مسافر بره وعنده مشاكل في التجنيد.